مجموعة من طلبة المكفوفين الجامعيين هنا كنا هنا تنقراو، وكاين اللي لقينا واحد الإشكال مع الإدارة ديال الحي الجامعي، وأنه كاين بعض الملفات اللي ترفضت أنها تسجل، وبعض الملفات اللي ترفضت أنها تناقش، بداعي أنها تجاوزت السن المحدد أو لا مجموعة من الأسباب. مع العلم أننا حنا عندنا قانون، وداك الشيء اللي تيخولينا أننا هاد المسألة ديال الاستثناء بالنسبة للأشخاص فترة إعاقة وتيسير الولوج الأحياء الجامعية والاستفادة من مجموعة من التسهيلات اللي ما كايناش حاليا. يعني حنا كنطالبوا أننا الناس يحاولوا يستجبوا لهذا الملف هذا ويسروا التسجيل بالنسبة للإخوان اللي عندهم مشاكل، وتوفير مجموعة من الحويجات اللي غيقدروا يستافدوا منها اللي غتشجعهم على الدراسة أو لا تيسير الولوجيات داخل الحي الجامعي مبدئيا، وحل مشكلة التسجيل. طلبة جامعيين كوفين، فكل واحد فينا من شعبة دير، وجينا هنا بغينا نتسجلوا هنا في الحي الجامعي، فإذا به كتواجهنا عراقيل من طرف المدير ديال هذا الحي هذا. حنا ضاعوا لنا بزاف الحويجات اللي حنا كنطمحوا ليها، من بينها هي انه بينها التسجيل. يعني التسجيل كيقول لنا انتوا ما غتسجلوش عندي هنايا، ما عنديش تقدروا تسجلوا عندي هنايا، وغادي نمنعكم، وغادي بقى يتسجل عندي حتى شي واحد. وحنا جينا بالوثائق ديالنا المطلوبه كلها، فاذا به كيخرج لينا كيعطينا جوج ديال الكلمات، يعني وكيمشي بحالو، يعني ما كيبغيش يهضر معنا نهائيا، كيقول لنا ما غتسجلوش عندي وتيمشي، يعني وتينخلنا بهذه العباره هذه، ويعني وكيسد الباب في وجهنا صراحه. يعني ما عرفناش حنا علاش، اشنا هو القانون اللي كيقول اللي كيخول لهذا المدير انه يمنعنا ما نسجلوش، وحنا عندنا حق اننا نسجلو. كنطالبوا يعني بالادماج ديالنا في السكن الجامعي، لكن هذا حق اولا باش نوضحوا للاخوان لجميع المتابعين ان هذا الحق هذا مكفول دستوريا، ان يعني الدوله كتنهج يعني سياسات عموميه تمييزيه بشكل ايجابي يعني لصالح الاشخاص في وضعيه اعاقه. اولا كاين القانون 0581 للرعايه الاجتماعيه للاشخاص المكفوفين ضعاف البصر، كاين قانون الاطار 97/13 للاشخاص في وضعيه اعاقه. اذا هذه القوانين كلها وهذه النصوص التشريعيه والتنظيميه كتنص على الحق ديال الاولويه في الاشخاص ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، يعني دون اعتبار العوامل ديال السن ولا يعني عندهم الحق الاولويه يعني بشكل كامل. بينما هذه الاداره وشخص السيد المدير يعني كينهج واحد الطرق يعني غير مقبوله في حقنا، وكيمنعنا من الولوج اولا، وكيمنعنا من الحوار يعني بواحد الطريقه يعني ممنهجه غير بناءه تماما، غير تواصليه. لذلك حنا كنطالبوا يعني ان تغير هاد الوسائل، ويتم يعني الاستجابه للمطالب ديالنا وفتح قنوات التواصل اولا، وتطبيق ما جاء في النصوص اللي جاري بها العمل.